الظاهر انت ما حدا بينفد من بهادلي. اهلين يا عادل، اهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحقيقه نور كانت متضايقه ومعصبه مثل العاده. ها بعرفك على حالي. اذن عادل. آذان هو ابني الوحيد واللي جنبه شايرة وبتكون مرته. سلام. وعليكم السلام. واللي عابسة هاي البنت يلي قابلتها بالميتة. بعد اعتذارك ما كنت متوقعتك تجي. معقول ما أجي؟ حضرتك عزمتيني وأنا اعتذرت، بس حسيت اعتذاري إهانة لجلالتك. بعد ما فكرت بالموضوع لحتى فهمت، وبصراحة صراحتك وطاقتك وطريقتك بالكلام بتشبه كتير طريقة أمي، ولما قابلتك حسيت حالي واقف قدام أمي اليوم. ولما تشوف والدتك بتعانقها صح؟ تفضل نتعشى سوا. معشوكا دي الروبا، حضروا العشاء على شرف عادل، ولو سمحتوا خدوا لي هدول الصور من هون. حاضر. حاضر. الظاهر كنتوا عم تدوروا على عريس قبل ما أجي؟ إيه صح، عم نشوف عريس لنور، بس مو معقول ما عم يعجب حدا. يعني كيف بده يعجبني حدا؟ كل واحد فيهم أغلص من التاني. لحظة شوي، أغلظ؟ ها؟ أنا آسفة كتير ابني عادل. بسيطة جلالتك. أيوة، يعني لأني رفضت صورتك إجيت شخصياً مشان تلفت انتباهي؟ معقول كل الرجال اليائسين بيتصرفوا هيك؟ صحيح، ماما رازية خبرتنا بالشي اللي صار بالميتة. أنت أول حدا قدر يسكر لتمها لنور. شكراً شايرة. أوه عن جد؟ هيك لكان، هلأ فهمت ليش ما قبلتي ورفضتيني. اسمع هلأ، هالورد لألكم. شكراً لإلك. هاي أول مرة بتجي لعنا، مو ملاحظ أنك عم تتزارف زيادة عن اللزوم؟ هاي أول مرة بجي لعندكم، مو ملاحظة أنك من لما أجيت قلبي خلقتك زيادة عن اللزوم؟ اسمعني شوي. أذان؟ ليك بده يرجع يسكتني مرة تانية. ليكي بصراحة أنا فيني أعمل شغلات كتيرة ما حدا غيري بيقدر يعملها. عن جد؟ يعني فيك تهزم أذان بمباراة الملاكمة؟ لأنه بصراحة ما حدا من قبل قدر يهزمه لأذان. نور، ايه كلامها مزبوط. كتير حلو. شو قلت؟ موافق. أذان شو هاد اللي عم تعمله؟ عادل ضيف عنا يا ابني. اهدي امي، نحن بس عم نلعب. شو عادل؟ طبعا اكيد امي، انا رح اسقيهم المي. مي؟ لا شكرا. بس فكر منيح، اذان كان يطلع كل سنه الاول ببطوله الجامعه بالملاكمه. ما بتعرفي، يمكن ما اكون اقل من اخي الكبير. قصدي أقول أنا أصغر من آذان بشوي، فبقدر أقول له أخي الكبير، مو هيك؟ أكيد، بس إذا قلت لي أخي الكبير ما رح كون لطيف معك، رح تخسر مثل ما قلت لك. طيب هلأ منشوف، استنى شوي. أنا في عندي شرط. شو الشرط؟ أنا بقلكن، اسمعوا شو هو الشرط. الشرط هو يلي رح يخسر لازم يحني راسه قدامي ونظره للأرض وما يرفع عيونه بوشي لو شو ما صار،
يعني من الأخير لازم يصير عبد عندي. إيه موافق. يلا خلونا نبلش. ياي. واو، ستايل عادل مثل ستايل آزان، بيشبهوا بعض، شايفة؟ لا دل روبا، عادل هو اللي عم يقلد آزان. ما حدا بيفوز على آزان؟ إيه آزان؟ يلا آزان، ضربة واحدة كمان. برافو. يا الله، لك شو عم يعملوا هدول؟ أمي أنت منيحة؟ إيه، عادل هو اللي أنقذني. عادل طمني، أنت صار لك شيء؟ لا لا، أنا منيح جلالة الملكي. دروبا معشوكة، مين يلي حاطت الزريعة فوق على الحفة؟ مو أنا اللي حطيتها سيد أزان. امشي أمي. عادل امشي معنا. شايرة يعني ليش أنا؟ ماني دكتورة ولا حتى قرايبته. ليش؟ لحتى اخذ له الدواء انا. نور يعني الزلمه انصاب هو عم ينقذ امي، وغير هيك نحن من واجبنا نهتم فيه. شايره هذا ما واجبي انا ماني رايحه. نور ما بدي شي القصه، بس خدي حبيبتي. اذا ما بدك تاخديهم انا باخذهم، بس بدي وقت لاخذ له هالادويه. شي 3 ساعات تقريبا. 3 ساعات مشان شو؟ لانه ما فيني روح وانا هيك. مو لازم جهز حالي بالاول، شي ساعتين لحتى اتمكياج و ساعة لقت مختر لعنده. معشوكة نور. تعرفي شايرة حبيبتي، عادل مبين إنسان محترم ومؤدب. هيك مبين. على فكرة مانك مش على هالدرجة، يعني فيك تديري وشك لعندي. مسيك، ما في داعي لكل هالمزحات. يعني كنت عم تستعرض مراجلك تحت؟ وهلا لما اجينا نحط الدواء على الجرح يا ابو المرجله صار يوجعك؟ مستعد كرمالك اتحمل الوجع.
ماني خايف أبدا من أي شيء بكل هالدنيا، لا بيهمني وجع ولا بيهمني جرح، بس بصراحة أنا بلشت خاف منك. لشو؟ لأنك عن جد بتخوفي، بتجادلي، وعندك مشكلة واضحة بالنظر لدرجة بتخليكي ترفضي شاب كامل مكمل مثلي. ما بيهمني الشاب اللي بيخسر بالملاكمة. شبك شو صار؟ أذان. مو معقولين شوف قديش زراف مع بعضهم. معك حق شايرة، مبينين زراف بس من هاي الزاوية. أذان. شوف لساتهم هلأ عم يتناقروا، بس أنا عندي أمل إنه الاثنين عن قريب رح يصيروا رفقات، رفقات قراب كتير، تماماً مثلك أنت ونور. شو هالحكي هاد؟ ذكرك بالشرط ولا حافظه؟ نظرك بالأرض. أذان أذان استنى أذان. ليك إذا كنت نسيان خليني ذكرك، يلي بيخسر منا بالمباراة لازم يخلي عيونه بالأرض، مو هذا كان الشرط نوري؟ إيه صح. أما بخصوص شجاعتك وإنقاذك لأمي فأنا بشكرك، وأنا قلت لك قبل أنت مستحيل تهزمني. واضح هالشي، بالنهاية هذا رفيقي البطل. بما أني كسبت قلوب مو مشكلة أخسر لعبة، مو هيك؟ أذان أخي. يا جماعة الأكل جاهز، تفضلوا. ولا تنسى نظرك بالأرض. معقول شو بايخ؟ عفواً حكيتي شي؟ ولا شي. عادل هذا خالد بيكون ابن سلفي. خالد ابني هذا عادل يلي قابلناه مبارح بالميتم. مرحبا. أهلين أخي. هذا عادل ليش عم يتطلع بنور هيك؟ اهدى خالد. بعدين ليش نور شغلت لك بالك؟ بتمنى انك ما ترجع تعيد نفس اغلاطك. سمعتني شو عم اقول لك؟ ايه اكيد اخي، بس حسيت انه عادل طبعه غريب شوي، ما هيك؟ بعرف، وانا كمان حاسه غريب. هلأ تعرفنا بس عم يتصرف وكأنه بيعرفها لنور من الطفولة. عادل حضرتك شو بتشتغل؟ بصراحة ما حق، يعني نحن لهلأ ما بنعرف حتى اسمك الكامل ولا شو بتشتغل. عادل أحمد خان، عنا بمدينة دبي شركة شحن اسمها أرك أند سانز. أرك أند سانز؟ بتعرفها؟ ايه اكيد اخي، هي هي نفسها الشركة العريقة المعروفة، ولهلأ ما صار بيناتنا اي شغل، وكذا مرة بعتولنا عروض. مو بس بعروض الزواج وبعروض الشغل كمان رفضتوني بدون ما تعرفوني. ولهلأ ما كنت تعرف تستوعب انه ألاعيبك ما رح يمشي حالة معي نور. بالمناسبة دبي مدينة حلوة كتير، أكتر مدينة بتحبها نور، وهونيك في مطعم مميز هي بتحب أكلاته بشكل فظيع. صحي نور، شو اسم المطعم؟ رحم بالي ما ملحبات؟ مطعم كباب، هذا مشهور كتير، أنا متأكد إنه عجبك نور. إيه هذا هو. صحيح نور، الصبح نسيت ورجيكي مقال مكتوب بالجريدة. عن شو؟
هذا المقال عم يحكي عن الشباب يلي بيتقدموا للزواج من البنات وبيقولوا انهم رجال اعمال ومدراء، وعلى الاخص بيقولوا انهم مقيمين بدبي. قريته. عزان، مزحاتها لنور لحالهم مشكلة كبيرة، لهيك بترجاك ما تبلش انت. لا امي، انا بس عم امزح مع عادل. لا تشغل بالك عادل، هي مسحة. كنت عم تحاول تغيظني، بس هذا مو عذر لحتى تقول اللي بقلبك. والظاهر كلياتكن هون بتشكوا بكلامي. بيضل الشك من حقنا. من دبي يجي رجل أعمال كبير حتى يعمل عمل خيري هون ببوبال وبميتم صغير، يعني ما بعرف، شي ما بيتصدق. عادل يا ابني، بترجاك لا تزعل من كلام ولادي. يا خالد شبك؟ ليكي شو عم يطلع من جزدانه؟ عملة إماراتية. خلص بس. هدول هنن أمي وأبي. واليوم هي ذكرى وفاتهم، لهيك أنا هلأ هون. أبي بيكون أحمد خان وهو من بوبال، وأمي من لكناو. تقابلوا سوا وحبوا بعضهم كتير، وبعدين تزوجوا وعاشوا بمدينة دبي. أنا هلأ عايش هنيك، بس أصلي من مدينة بوبال. وبخصوص موضوع الزواج، فما في أي ضرورة أني أقول عن حالي هندي وبشتغل برا. أحمد خان، حاسة أنه اسم أبوك مألوف وسمعنته من قبل. متأكد أنه حضرتك بتعرفيه. زاهد خان بيكون جدي. هلأ زاهد خان بيكون جدك؟ إيه؟ على فكرة زاهد خان كان صديق مقرب كتير من جدكم. ما شاء الله، مو معقول هالدنيا شو صغيرة. وأنا عندي قناعة أنه وقت بتجمعنا الدنيا أكيد بيكون في سبب مهم وراء هذا الشيء. عفواً، وين الحمام؟ نور، فيكي دليل عادل على الحمام؟ شايرة أنا هلا عم أكل، معشوكة؟ نور؟ رح دلك. قصدي تفضل معي. واو، أنا كتير بحب هالتحف هي. أنا بعرف، ليش أنت هلأ هون؟